استهدى بالله يا رضا، ما دقتي حبيبي لما فرقت. يعني كان لازم تعرضيها قوي كده يا اما؟ وعالجزمه عالجزمه. وهو حصل ايه يعني؟ مش هما اللي فوروا دمي؟ قلت ايه؟ هنتطلهم من اولها؟ لا تتطلهم ازاي؟ تتمنظري عليهم والبس انا. ام يا رضا هات الصابونه. هتغسلي وشك وانت قاعده ولا ايه؟ هقلق لك الغوشين، روح بيعهم وارمي له فلوسه على الجزمه. تاني الجزمه ياما، تاني الجزمه؟ انا مش فاهم في ايه بينك وبين الجزمه. خلي غوايشك في ايدك يا حليمه، انا هتصرف. صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا بيه. ايه الدوشه اللي كانت بره دي؟ في حاجه؟ مالكش دعوه، خليك في حالك. يلا روح افطر، خليك تلحق كليتك. ماشي. بقول لك يا دوك، انا كنت عاوز يعني 300 جنيه عشان اجيب سماعه طبيه. 300 جنيه مره واحده يا فهمي؟ يا دوك ما انت كنت في كليه الطب وعارف. الله، السماعه السنين بتاعتي باظت، وانا والله العظيم عندي عمل الفتره الجايه وهحتاجها جامد. بص يا فهمي. رضا، فهمي امانه في رقبتك يا رضا. حاضر، انا عناية ليك يا فهمي. ربنا يبارك لك يا رب. تعال، الهي يوقف لك في كل خطوه مريض. تعال خلاص حبيبي يا غايب. امسك ادي ال 300 يا ايه. والله انت حبيبي. ايش حاجة؟ شد حيلك يلا. ها ركز. على السلامة يا وزع. مع السلامة يا اخويا. صباح الخير يا ابو الرود. ايه يا ابو الرود دي؟ انت كمان اسمي ابي رضا. ماشي يا بيه، اب بقى. اب؟ هو اب بالمصروف، انت بقالك تلات ايام متعنش. بص يا فريد. رضا، فريد امانة في رقبتك يا رضا. حاضر. من عينيا، من عينيا يا حبيبي يا عسل انت. اتفضل. كام دول؟ 10 جنيه معاك اهي. 10 جنيه؟ انت مش دايران بالدنيا، انت مش عارف الدولار بقى بكام. وانت مالك يا دي انت ومال الدولار؟ اذا كان الراجل اللي قدام المدرسه بتاع العسليه غلى العسليه وقال الدولار زاد. تصدق بتاع العسليه عنده حق. خد امسك 5 جنيه دي عشان بتاع العسليه. ممكن تسيبوني اقوم افطر بقى؟ قوم يا حبيبي بالانا والشفا. السلام عليكم. سلام يا فريد، خلي بالك وانت بتركب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا ابي. ايه يا نشمة؟ عايزه انت كمان اقلع لكم مالت؟ رضا مش عايز اسمع صوت خالص دلوقتي. حاضر. ايه يا ابي، والله العظيم انا جاي اقول لك صباح الخير، غلطت انا؟ تصدقي يا بنت انت اجدع واحده في البيت ده كله، ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. حبيبي اللي هيعدلها لك يا نسمه يا بنتي، ويبعت لك ابن الحلال يا رب. لا مش وقت ابن حلال خالص دلوقتي ياما. والنبي يا رب، والنبي يا رب، مش وقته خالص، انا اللي فيها مكفيني. يا اخويا ربنا هو اللي بيدبر كل حاجه، يجي بس يا نسمه ابن الحلال وانا هقلع لك الغوشتين دول يا حبيبتي واديهم لك. ما تصدقهاش يا بنت يا نسمه، الغوشتين دول بالذات ما بيتقلعوش من ساعة ما أنا اتولدت، عاملين زي وعود الحكومة، مفيش فيهم رجا. البلطو بتاعي فين ياما؟ عشان هطلع من المستشفى على الصيدلية على طول. يوه، ده البلطو عند المكواجي من امبارح. الله يخرب بيتك يا مجدي. مجدي! إيه يا مجدي، فين البلطو؟ بكويه أهو يا دكتور، فاضل له بخ. نفسي مرة واحدة تقول لي كويته مش بكويه، أنت ما بتستخدمش الفعل الماضي.